مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم اسلام من قناة الوان يوتيوب. فيديو اليوم رح نتكلم فيه عن اليوتيوبر انابيكو، بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشاهدوا الفيديو للنهاية. وهلا يلا نبلش. انابيكو هي بنت سعودية من سكان مدينة جدة، عمرها 25 سنة وتاريخ ميلادها هو 11/10/1996. اسمها الحقيقي مرام، لكن أخذت اسم قناتها انابيكو من لقبها اللي كانوا أهلها يحكولها إياه وهي صغيرة. ديانة مرام هي الإسلام، وبالنسبة للجامعة فمرام درست وتخرجت من جامعة عرفة من تخصص الموارد البشرية، واشتغلت بعد الجامعة مسؤولة موارد بشرية في شركة سعودية. العيلة مرام لها 4 خوات، أسماءهم هي ماجدة ومنال ومودة وسما، وأختها منال بدت قبلها على اليوتيوب، واسم قناتها منولة، ووصل عدد اللي اشترك فيها أكثر من 400,000 مشترك. بتحب مرام تشارك الناس الثقافات والتجارب، وبتحلم يكون إلها برنامج خاص فيها للترفيه، وبتسعى للشهرة ولدراسة الماجستير خارج السعودية، وعملت تعاونات مع عدد من اليوتيوبرز العرب مثل حنان الريمي وسعودي ريبورترز ونورا ماجد. عن القناة، بلشت مرام مشوارها في عالم اليوتيوب بتاريخ 7/3/2018، وشاركت متابعينها تجارب وتحديات ومقالب. وكانت مرام قبل اليوتيوب عم تشارك الناس مقاطع على سناب شات، وهذا اللي شجعها أكثر إنها تفتح القناة، وحالياً بتابع مرام في قناتها حوالي 2 مليون متابع، ووصل عدد المشاهدات فيها لأكثر من 260 مليون مشاهدة. حسابات السوشيال ميديا، بتابع مرام على الانستغرام أكثر من 500,000 متابع، وعندها على تيك توك أكثر من 2 مليون متابع، وهذا جزء من محتواها على تيك توك. يلا نشوف أقدر آكل وأشرب في نفس الوقت ولا لا. يلا مع السلامة. طب ممكن أقول حاجة؟ مع السلامة. والله كنت هقول الله يسلمك، والله العظيم. وفي نهاية الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسوا تتابعوا حسابي على الانستغرام، حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، استنوني بالفيديو الجاي.